الشيخ محمد الموسوي يفتري على الشيخ عثمان الخميس. لكن العقلية التي تؤمن بالحوار ينبغي أن تسود أجواء المسلمين، وينبغي أن نكسر العقلية التي تؤمن عقلية الجدار اللي مرة تحرم تعلم اللغة الإنجليزية كما عندي الآن. يفتي بتحريم تعلم الإنجليزية، شخص آخر يفتي بحرمة الإنترنت للنساء. يا أخواتي المسلمات، حرام عليكم أن تستخدموا الإنترنت حسب ما يقول شخص يسمى عثمان الخميس. ما أدري هل هو الأخ هذا أو غيره، ما أدري، لأنه مو مكتوب اسم الأب وأنا ما أعرف اسم أبي الأخ الكريم. فعندي الفتوى موجودة ويؤكد على عليها شخص اسمه سعاد الغالي. نركز على أقول هناك توجه، هناك عقلية حوار وهناك عقلية جدار. ينبغي أن نعطي لا لا نستعني في العائلة، لأنه هو الذي بدأ بالعم. أنا كل ليلة أبدأ بالهدوء، أنا في كل ليلة أبدأ بالهدوء. لكن هو أول ما بدأ قال هذا السني وذكر عني أني حرمت الإنترنت. يكذب علي، والله يكذب علي. نقول الكلام غير صحيح، بس هو ممكن ما أعرف، يمكن جاءت أخبار. شو الكلام غير صحيح؟ جاءت أخبار. يتثبت من الإنترنت، يأخذ من الإنترنت. يلا خذ، عليها ختمي، عليها توقيعي. والله كذب، والله كذب. إذن أقرأها أولاً. إذن إيش؟ وإذن أعلن أن هذه المواقع الوهابية مواقع كاذبة. لا دقيقة، إذا كان من الإنترنت من الأول مكذب ما نقدر نأخذها، ما دام هو إذا مكذبها من الأول في الإنترنت. ليس في صوتي ولا عندك توقيع لي ولا ختم، كيف تنسبها إلي؟ يعني هذه مكذوبة عليك؟ طبعاً مكذوبة عليك. إذن يا إخوة يا أخوات، مواقع الوهابية تكذب على مشايخها. اسمع، إذن حققوا هاي حقيقة. لأن الإنترنت ممكن أي واحد يبعث أي رسالة. لا ماشي ماشي، من الموقع مش رسالة. خلينا نقول قناة المستقلة الآن تحولت إلى قناة دعايات، قاعد يدعو سوي دعايات. لا 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 لا